رحلات السندباد. السندباد الحمال. قالت شهرزاد: بلغني أنه كان في بغداد رجل يقال له السندباد الحمال، وكان رجلا فقير الحال يحمل تجارته على رأسه. كان يحمل حملة ثقيلة في يوم شديد الحر، فمر أمام دار تاجر، وبجانب الباب مصطبة، فحط الحمال حملته عليها وجلس ليستريح قليلا. وطلع عليه من الدار غلام وقال له: ادخل كلم سيدي. فترك حملته عند الباب ودخل إلى مجلس عظيم فيه جماعة من السادات الكرام، وأمامهم مائدة حافلة بألوان الطعام والشراب. وقف بالباب وسلم عليهم، فرأى في صدر ذلك المجلس رجلا عظيما، أدرك أنه صاحب الدار، وقد أذن له بالجلوس، وقربه إليه مرحبا ودعاه إلى الطعام. فتقدم الحمال وسمى وأكل حتى اكتفى وحمد الله على كل حال. سأله صاحب الدار عن اسمه وصنعته، فقال له: يا سيدي، اسم السندباد الحمال. فتبسم صاحب المكان وقال له: اعلم يا حمال أن اسمك مثل اسمي، فأنا السندباد البحري، ولي قصة عجيبة، وسوف أخبرك بجميع ما جرى لي. فأنا ما وصلت إلى هذه السعادة إلا بعد تعب شديد ومشقة عظيمة، وقد سافرت 7 مرات، وكل سفرة لها حكاية. الرحلة الأولى. كان أبي تاجرا وعنده مال كثير، وقد مات وأنا ولد صغير، فلما كبرت وضعت يدي على جميع ما ترك، وعشت عيشة في غاية البذخ والترف، ولم أنتبه لنفسي إلا بعد ضياع المال والوقوع في بؤس الحال. ثم قمت فبعت الدار بما فيها من أثاث، ونويت على السفر، فاشتريت بضاعة وتوجهت إلى مدينة البصرة، فأخذت المركب مع جماعة من التجار، وسرنا في البحر أياما إلى أن وصلنا إلى جزيرة كأنها روضة من رياض الجنة. فأرسى بنا صاحب المركب، ونزل جميع من كان في المركب في تلك الجزيرة، وعملوا لهم كوانين وأوقدوا فيها النار، واختلفت أشغالهم، فمنهم من صار يطبخ، ومنهم من صار يغسل، ومنهم من صار يتفرج، وكنت أنا من جملة المتفرجين في جوانب الجزيرة. فبينما نحن على تلك الحال، وإذا بصاحب المركب يصيح بأعلى صوته: يا ركاب السلامة، أسرعوا واطلعوا إلى المركب، إن هذه التي أنتم عليها ما هي جزيرة، وإنما هي سمكة كبيرة رست في وسط البحر، فتراكم عليها الرمل فصارت مثل الجزيرة، ونبتت عليها الأشجار. فلما أوقدتم عليها النار أحست بالسخونة فتحركت، وهي الآن تنزل بكم في البحر فتغرقون، فاطلبوا النجاة لأنفسكم قبل الهلاك. عندئذ أسرعنا إلى المركب، فمن لحق به منا صعد ونجا، ومن لم يلحق أحاط به البحر، وكنت من جملة من تخلف فأشرفت على الغرق، ولكني تعلقت بقطعة خشب كبيرة من القطع التي كنا نغسل عليها، فتشبثت بها وركبتها،
ومكثت على ما أنا فيه إلى أن ألقت بي الأمواج على شاطئ جزيرة فيها فواكه كثيرة وعين ماء عذب، فانتعشت نفسي واستعدت قوتي. وفي أحد الأيام لاح لي شبح من بعيد، فظننت أنه وحش أو دابة، فتمشيت نحوه وإذا هو فرس مربوطة على شاطئ البحر. دنوت منها فصهلت وشبت، فارتعبت منها وأردت أن أرجع، وإذا برجل يخرج من تحت الأرض ويصيح بي: من أنت؟ ثم أمسك بيدي ونزل بي إلى قاعة في سرداب تحت الأرض، وسألني عن حالي، فأخبرته بما كان من أمري، وسألته عن حاله فأخبرني أنهم جماعة متفرقون في هذه الجزيرة، وهم سياس الملك المهرجان، وتحت أيديهم جميع خيوله، وفي كل شهر عند ظهور القمر يأتون بالأفراس الجياد ويربطونها في ساحل الجزيرة ويختفون تحت الأرض حتى لا يراهم أحد. فيجيء حصان من خيول البحر على رائحة تلك الأفراس ويطلع على البر فيثب عليها ويقضي منها حاجته، والفرس تحمل وتلد مهرا أو مهرة ليس لها نظير على وجه الأرض ولا تقدر بثمن، لأنها تصلح للصيد والطراد في البر والبحر، وهذا وقت طلوع الحصان. وبعد أن انتهى الرجل وأصحابه من مهمتهم قاموا وركبوا الخيول وأخذوني معهم إلى مدينة الملك المهرجان، وأعلموه بقصتي فطلبني وأكرمني، وجعلني عنده عاملا في ميناء البحر وكاتبا على كل مركب عبر إلى البر، وبقيت عنده مدة طويلة. وخلال عملي كنت أسأل التجار والمسافرين والبحريين عن مدينة بغداد لعل أحدا يخبرني عنها فأروح معه وأعود إلى بلادي، فلم يعرفها أحد. ورأيت في مملكة المهرجان جزيرة يقال لها كابل، يسمع فيها ضرب الدفوف والطبول طول الليل، ورأيت في البحر سمكة طولها 100 ذراع، ورأيت أيضا سمكا وجهه مثل وجه البوم، ورأيت كثيرا من العجائب والغرائب. ولم أزل أتفرج على تلك الجزائر وما فيها إلى أن رأيت يوما مركبا يقبل نحو الشاطئ، فلما وصل إلى ميناء المدينة ورسى نزل الريس وأطلع البحرية جميع ما كان في ذلك المركب إلى البر، فسألت الريس إن كان بقي في مركبه شيء، فقال: نعم، معي بضائع ولكن صاحبها غرق في بعض الجزائر ونحن قادمون، وفي نيتنا أن نبيع بضائعه ونأخذ ثمنها لنوصله إلى أهله في بغداد. فسألت الريس عن اسم صاحب البضائع، فقال: اسمه السندباد البحري. فلما سمعته ينطق باسمي أمعنت النظر فيه فعرفته، وقلت: يا ريس، اعلم أني أنا السندباد البحري، وهذه البضائع التي معك بضائعي ورزقي. ثم حكيت له قصتي منذ أن خرجت معه من بغداد إلى أن وصلنا تلك الجزيرة. عند ذلك تحقق الريس والتجار من صدقي، فعرفوني وهنؤوني بالسلامة، ثم أعطوني البضائع، فأخرجت منها هدية نفيسة وطلعت بها إلى الملك، فأعلمته بوصول المركب الذي كنت فيه، وأخبرته أن بضائعي وصلت كاملة وأن هذه الهدية منها. فتعجب الملك من ذلك، وظهر له صدقي في جميع ما قلته، فأكرمني وقدم لي هدايا ثمينة. وبعد أن بعت البضائع واشتريت بضاعة من تلك المدينة وشحنتها إلى المركب، استأذنت الملك في السفر فودعته، ونزلت المركب وسافرنا إلى أن وصلنا بالسلامة إلى ميناء البصرة.
الرحلة الثانية. وفي رحلتي هذه ألقتنا المقادير على جزيرة كثيرة الأشجار يانعة الثمار، ولكن ليس بها ديار ولا نافخ نار. فأرسى بنا الريس على تلك الجزيرة، وطلع التجار والركاب إلى البر، وطلعت مع جملة من طلع، وجلست على عين ماء، وقد طاب النسيم وصفى لي الجو، فأخذتني سنة من النوم. ولما نهضت لم أجد أحدا، فحصل عندي قهر شديد، ثم إني صعدت على شجرة عالية وصرت أنظر من فوقها، فلم أر حولي غير سماء وماء وأشجار وأطيار. ثم حققت النظر، فلاح لي في الجزيرة شيء أبيض عظيم الخلقة، فنزلت من فوق الشجرة وقصدته، فإذا به قبة كبيرة بيضاء شاهقة، فدنوت منها ودرت حولها، فلم أجد لها بابا ولم أستطع الصعود عليها من شدة نعومتها، فعلمت مكان وقوفي ودرت حولها أقيس دائرتها، فإذا هي 50 خطوة، فتفكرت في حيلة لدخولها. وكان النهار قرب الزوال، وإذا بالشمس قد احتجبت عني والجو قد أظلم، فظننت أنها غمامة، وكان الوقت صيفا، فتعجبت ورفعت رأسي، فرأيت طيرا عظيم الخلقة كبير الجثة عريض الأجنحة طائرا في الجو، فارتعبت منه. ثم تذكرت حكاية، وهي أن في بعض الجزائر طيرا عظيما يقال له الرخ يزق أولاده بالأفيال، فتحققت أن القبة التي رأيتها إنما هي بيضة من بيض الرخ. بعد قليل نزل الطير على القبة وحضنها بجناحيه، وقد مد رجليه من خلفه على الأرض ونام عليها. عند ذلك فككت عمامتي عن رأسي وثنيتها وفتلتها حتى صارت مثل الحبل، وتحزمت بها وشددت وسطي وربطت نفسي في رجلي ذلك الطير وشددتها شدا وثيقا لعله يوصلني إلى بلاد العمار. فلما طلع الفجر قام الطائر عن بيضته وصاح صيحة عظيمة وارتفع بي إلى الجو حتى ظننت أنه وصل إلى عنان السماء، وبعد حين راح يهبط بي حتى نزل إلى الأرض وحط على مكان مرتفع، فأسرعت وفككت الرباط من رجليه وأنا أنتفض، مشيت بحذر بعيدا عنه، فرأيته يلتقط شيئا من على وجه الأرض في مخالبه ويطير، فتأملته فإذا هو حية عظيمة الخلقة كبيرة الجسم قد أخذها وذهب بها نحو البحر. ثم تابعت سيري فوجدت نفسي في مكان عال وتحته واد واسع عميق، وبجانبه جبل عظيم شاهق لا يقدر أحد على تسلقه. مشيت في ذلك الوادي فرأيت أرضه من حجر الألماس الذي يثقبون به المعادن والجواهر، وكل ذلك الوادي حيات، وكل واحدة مثل النخلة لو جاءها فيل لابتلعت، وتلك الحيات يظهرن في الليل ويختفين في النهار خوفا من طير الرخ أن يختطفها ويقطعها. ولى النهار وأنا في ذلك الوادي، فرحت أبحث عن محل أبيت فيه وأنا خائف من تلك الحيات، ونسيت أكلي وشربي، فلاحت لي مغارة وجدت بابها ضيقا فدخلتها، ونظرت إلى حجر كبير عند بابها فدفعته وسددت به الباب وقد أمنت على نفسي. ثم التفت في داخل المغارة فرأيت حية عظيمة نائمة على بيضها في صدر المغارة، فاقشعر بدني وسلمت أمري لله، وبت ساهرا طوال الليل إلى أن طلع الفجر ولاح. فأزحت الحجر الذي سددت به باب المغارة وخرجت منه وأنا دائخ من شدة السهر والجوع والخوف. وبينما أنا على هذه الحالة إذا بذبيحة قد سقطت قدامي ولم أجد أحدا، فتعجبت من ذلك أشد العجب،
وتفكرت حكاية سمعتها، وهي أن في جبال حجر الألماس أهوالا عظيمة ولا يقدر أحد أن يسلك إليه، ولكن التجار يعملون حيلة للحصول عليه، فيأخذون شاة من الغنم يذبحونها ويسلخونها ويرمون لحمها من أعلى ذلك الجبل إلى أرض الوادي، فتنزل وهي طرية فيلتصق بها شيء من هذه الحجارة، ثم يتركونها إلى نصف النهار، فتنزل الطيور من النسور والرخ إلى ذلك اللحم وتأخذه في مخالبها وتصعد إلى أعلى الجبل، فيأتيها التجار ويصيحون عليها فتطير عن اللحم، ويخلصون منه الحجارة اللاصقة به ويحملونها إلى بلادهم، ولا أحد يقدر أن يحصل على حجر الألماس إلا بهذه الحيلة. تذكرت هذه الحكاية وأنا أنظر إلى الذبيحة، وصرت أنقي من تلك الحجارة وأدخلها في جيوبي وحزامي وبين حوائجي، وبينما أنا على هذه الحالة إذا بذبيحة أخرى تسقط أمامي، فربطت نفسي عليها ونمت على ظهري وجعلتها على صدري وأنا قابض عليها، وإذا بنسر ينزل على تلك الذبيحة فيأخذها بمخالبه ويقلع بها إلى الجو، وأنا معلق بها ولم يزل طائرا بها إلى أن صعد إلى أعلى الجبل فحطها وأراد أن ينهش منها، وإذا بصيحة عظيمة عالية من خلفه وشيء يخبط بالخشب، فجفل النسر وطار إلى الجو، ففككت نفسي من الذبيحة وقد تلوثت ثيابي ووقفت بجانبها، وإذا بالتاجر الذي صاح على النسر يتقدم إلى الذبيحة، فرآني واقفا فلم يكلمني وقد فزع مني وارتعب، وأتى الذبيحة وقلبها فلم يجد فيها شيئا فصاح واخيبتاه، فتقدمت إليه وقلت له لا تخف فأنا إنسي ولك ما يسرك مني، فأنا معي شيء كثير من حجر الألماس وسأعطيك منه ما يكفيك. وكان هناك تجار سمعوا كلامي مع رفيقهم فجاءوا إلي، وكان كل تاجر رمى ذبيحته، ثم أعلمتهم بقصتي وبتنا ليلتنا هناك. ولما طلع النهار قمنا وسرنا في الجزيرة إلى أن أتينا بستانا وفيه شجر الكافور، وإذا أراد أن يأخذ منه أحد يثقب من أعلى الشجرة ثقبا فيسيل منه ماء الكافور ويعقد مثل الشمع، وهو عسل ذلك الشجر، وبعد ذلك تيبس الشجرة وتصير حطبا. وفي تلك الجزيرة صنف من الوحوش يقال له الكركدن، يرعى فيها رعيا مثلما يرعى البقر والجاموس في بلادنا، ولكن جسم ذلك الوحش أكبر من جسم الجمل، وهو دابة عظيمة لها قرن واحد غليظ في وسط رأسها، طوله 10 أذرع وفيه صورة إنسان. ثم سرت معهم إلى الشاطئ حيث كان المركب في انتظارهم، فصعدنا وقال لنا البحريون إن هذا الوحش المسمى بالكركدن يحمل الفيل الكبير على قرنه ويرعى به في الجزيرة والسواحل ولا يشعر به، ويموت الفيل على قرنه ويسيح دهنه من حر الشمس على رأسه ويدخل في عينيه فيعمى، فيرقد في جانب السواحل فيجيء له طير الرخ فيحمله في مخالبه ويروح به إلى أولاده ويزقهم به وبما على قرنه. ولم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى مدينة البصرة. الرحلة الثالثة. في رحلتنا هذه غلب الريح علينا
ورمتنا المقادير إلى جبل القرود، ولم نكد نتوقف حتى جاءنا القرود وأحاطوا المركب من كل جانب، فخفنا إن قتلنا منهم أحدا أو طردناه أن يقتلونا لفرط كثرتهم. وقد قطعوا جميع حبال المركب وطلعوا إليه وأخذوا جميع ما كان فيه وتركونا بلا قوت على الشاطئ. وبينما نحن نبحث عن مأوى إذ لاح لنا بيت عامر فقصدناه، فإذا هو قصر مشيد الأركان عالي الأسوار وبابه مفتوح، فدخلنا ذلك القصر فوجدناه واسعا مثل الحوش، وفي دائره أبواب كثيرة، وفي صدره مصطبة عالية كبيرة، وفيها أواني طبيخ معلقة على الكوانين، وحواليها عظام كثيرة، ولم نرى فيها أحدا. جلسنا في صحن ذلك القصر، ثم نمنا من ضحوة النهار حتى الغروب، وإذا بالأرض قد ارتجت من تحتنا، وسمعنا دويا من الجو، وقد نزل علينا من أعلى القصر شخص عظيم الخلقة في صفة إنسان، وهو أسود اللون طويل القامة كأنه نخلة عظيمة، وله عينان كأنهما شعلتان من نار، وله أنياب مثل أنياب الخنازير، وله فم عظيم الخلقة مثل البئر، وله مشافر مثل مشافر الجمل مرخية على صدره، وله أذنان مثل الحرامين مرخيتان على أكتافه، وأظافر يديه مثل مخالب السبع. فلما نزل جلس قليلا على المصطبة، ثم قام وقبض على يدي من بين أصحابي ورفعني عن الأرض وقلبني، فصرت في يده مثل اللقمة الصغيرة، وصار يجسني مثلما يجس الجزار ذبيحة الغنم، فوجدني ضعيفا هزيلا فأطلقني، وأخذ واحدا غيري من رفاقي وقلبه كما قلبني، وجسه كما جسني وأطلقه، ولم يزل يقلبنا واحدا بعد واحد إلى أن وصل إلى رئيس المركب، وكان سمينا غليظا عريض الأكتاف صاحب قوة وشدة، فأعجبه وقبض عليه ورماه على الأرض ووضع رجله على رقبته، وجاء بسيخ طويل فأدخله في حلقه حتى أخرجه من دبره، وأوقد نارا شديدة وركب عليها ذلك السيخ المشكوك فيه الرئيس، ولم يزل يقلبه على الجمر حتى استوى لحمه، فحطه أمامه وفسخه كما يفسخ الرجل الفرخة، وصار يقطع لحمه بأظافره ويأكل منه حتى لم يبق منه شيء، ورمى باقي العظام. ثم نام وصار يشخر مثل شخير البهيمة المذبوحة، ولم يزل نائما إلى الصباح، ثم قام وخرج. وخرجنا إلى الجزيرة لننظر لنا مكانا آمنا أو نهرب، وقد هان علينا أن نموت ولا يشوى لحمنا بالنار، فلم نجد مكانا نختفي فيه، فعدنا إلى القصر، فإذا بالشخص الأسود يجيء، وأعجبه واحد منا فقبض عليه وفعل به مثل ما فعل بالرئيس، ثم نام. فلما طلع النهار قام وراح على جري عادته، فاجتمعنا وتحدثنا في أن نحتال عليه ونرتاح من همه، فاقترحت أن ننقل الخشب ونعمل لنا فلكا، وبعد ذلك نحتال في قتله، وإن لم نقدر على قتله ننزل في الفلك ونروح في البحر. فنقلنا الأخشاب إلى خارج القصر وصنعنا فلكا وربطناه على جانب البحر، ونزلنا فيه شيئا من الزاد وعدنا إلى القصر. فلما كان وقت المساء إذا بالأسود يجيء، ثم قلبنا وأخذ واحدا وفعل به مثل ما فعل بسابقيه فأكله ونام. فقمنا وأخذنا سيخين من الأسياخ المنصوبة ووضعناهما في النار القوية حتى احمر وصار مثل الجمر، وقبضنا عليهما قبضا شديدا وجئنا بهما إليه وهو نائم، فأدخلناهما في عينيه فانطمستا وصاح صيحة عظيمة، ثم قام وصار يفتش علينا ونحن نهرب منه، ثم راح ورجع ومعه أنثى أكبر وأوحش منه، فأسرعنا إلى الفلك
ونزلنا فيه ودفعناه في البحر، وكان مع كل واحد منهما صخرة وصارا يرجماننا بها إلى أن مات أكثرنا، وبقي منا 3 أشخاص أنا واثنان. فطلع بنا الفلك إلى جزيرة فنمنا قليلا واستيقظنا، وإذا بثعبان عظيم كبير قد أحاط بنا، وقصد واحدا فبلعه إلى أكتافه، ثم بلع باقيه، فسمعنا أضلاعه تتكسر في بطنه وراح في حال سبيله. فلما دخل الليل جاء الثعبان ثم قصد الشجرة التي نحن عليها، ومشى حتى وصل إلى رفيقي وبلعه حتى أكتافه والتف به على الشجرة، فسمعت عظامه تتكسر في بطنه، ثم نزل وراح. فلما طلع النهار نزلت من فوق الشجرة فربطت خشبة عريضة على أقدامي بالعرض، وربطت واحدة مثلها على جنب الشمال، ومثلها على جنب اليمين، ومثلها على بطني، وربطت واحدة طويلة عريضة من فوق رأسي بالعرض مثل التي تحت أقدامي، وصرت أنا في وسط هذا الخشب، وقد شددت ذلك شدا وثيقا، وألقيت نفسي على الأرض، فصرت نائما بين تلك الأخشاب وهي محيطة بي كالمقصورة. فلما أمسى الليل أقبل الثعبان وقصدني، فلم يقدر أن يبلعني، والأخشاب حولي من كل جانب، فدار حولي، وكلما حاول أن يبتلعني تمنعه تلك الأخشاب، إلى أن أشرقت الشمس فمضى في حال سبيله. عند ذلك فككت نفسي، ثم قمت ومشيت إلى ناحية البحر، فرأيت مركبا على بعد في وسط اللجة، فأخذت فرعا كبيرا من شجرة ولوحت به إلى ناحيتهم وأنا أصيح عليهم، فجاءوا إلي وأخذوني معهم في المركب، ولم نزل سائرين إلى أن أشرفنا على جزيرة، فأوقف الرئيس المركب عليها ونزل منه جميع التجار. فالتفت إلي صاحب المركب وقال لي: معنا حمولة تاجر فقدناه، ومرادي أن أدفعها لك لتبيعها وتحفظها إلى أن تعود إلى بغداد، فتسأل عن أهله وتدفع إليهم ثمن ما بيع منها. فوافقت شاكرا جميلا، وسأله كاتب المركب باسم من من التجار يكتبها، فقال: اكتب عليها اسم السندباد البحري الذي كان معنا وغرق. فلما سمعت اسمي تقدمت من الرئيس وقلت له: اعلم أني أنا السندباد البحري، لم أغرق ولكني نمت، وهذه البضائع بضائعي، وجميع التجار الذين يجلبون حجر الألماس رأوني. فقام أحد التجار وتأملني فعرفني وشهد بصدق كلامي، فلما تبين للرئيس ذلك رد لي بضائعي، فربحت في تلك السفرة شيئا كثيرا، وعدت معهم حتى وصلنا إلى البصرة. الرحلة الرابعة. طابت نفسي للسفر، فاصطحبت جماعة من أكابر البصرة، وسافر بنا المركب إلى أن خرج علينا ريح عاصف شديد، مزق القلوع، وغرق الناس وجميع ما معهم من المتاع والأموال. وكدت أغرق أنا بجملة من غرق، لكن يسر الله لي قطعة خشب من ألواح المركب فركبتها أنا وجماعة من التجار، ثم رمانا الموج على جزيرة فبتنا تلك الليلة. فلما أصبح الصباح قمنا ومشينا، فلاحت لنا عمارة على بعد، فسرنا قاصدين تلك العمارة إلى أن وقفنا على بابها،
فخرج علينا جماعة عراة ولم يكلمونا وقد قبضوا علينا وأخذونا عند ملكهم فأمرنا بالجلوس فجلسنا، وقد أحضروا لنا طعاما فلم تقبله نفسي ولم آكل منه شيئا دون رفقتي، وكان قلة أكلي منه لطفا من الله حتى عشت إلى الآن. فلما أكل أصحابي من ذلك الطعام ذهلت عقولهم وصاروا يأكلون مثل المجانين وتغيرت أحوالهم، وبعد ذلك أحضروا لهم دهن النارجيل فسقوهم منه ودهنوهم منه فزاغت أعينهم، وقد تأملتهم فإذا هم قوم مجوس وملك مدينتهم غول، وكل من وصل إلى بلادهم يجيئون به إلى ملكهم ويطعمونه من ذلك الطعام ويدهنونه بذلك الدهن فيتسع جوفه لأجل أن يأكل كثيرا ويذهل عقله ويصير مثل الإبل، فيزيدون له الأكل والشرب حتى يسمن فيذبحونه ويشوونه ويطعمونه لملكهم. وأما أصحاب الملك فيأكلون من لحم الإنسان بلا شوي ولا طبخ. وقد صار أصحابي لا يعلمون ما يفعل بهم، وقد سلموهم إلى شخص فصار يأخذهم كل يوم يرعاهم في تلك الجزيرة مثل البهائم. وأما أنا فقد صرت ضعيفا سقيم الجسم فتركوني إلى أن تحايلت يوما وخرجت من ذلك المكان ومشيت في الجزيرة وصرت آكل من الحشيش والنبات. فلما كانت صبيحة اليوم الثامن رأيت شبحا من بعيد فسرت إليه، وإذا هم جماعة يجمعون حب الفلفل، ثم أخذوني ونزلوا بي في مركب وجاءوا إلى جزيرتهم ومساكنهم، وقد عرضوني على ملكهم فأخبرته بما كان من أمري فأكرمني، وصرت عندهم وعند ملكهم معززا مكرما. ورأيت جميع أكابر المدينة وأصاغرها يركبون الخيل الجياد من غير سروج، فصنعت لحصان الملك سرجا وشددته عليه وعلقت فيه الركاب وألجمته بلجام وقدمته إلى الملك فأعجبه. فلما نظرني وزيره عملت ذلك طلب مني واحدا فعملت له سرجا مثله، وقد صار أكابر الدولة وأصحاب المناصب يطلبون مني السروج فأفعل لهم، وعلمت النجار صنعة السرج والحداد صنعة الركاب. وقال لي الملك يوما: اعلم يا هذا أنك صرت واحدا منا، وأريد أن أزوجك زوجة حسنة وأسكنك عندي في قصري. ثم أحضر القاضي والشهود وزوجني بامرأة شريفة كثيرة المال، وصرت في غاية الراحة والبسط والانشراح. ثم فقد جاري زوجته فدخلت إليه لأعزيه، فقال لي: ما بقي من عمري إلا يوم واحد، في هذا النهار يدفنون زوجتي ويدفنونني معها، إنها عادتنا في بلادنا، إذا ماتت المرأة يدفنون معها زوجها، وإن مات الرجل يدفنون معه زوجته. فبينما نحن في ذلك الحديث وإذا بغالب أهل المدينة قد حضروا وصاروا يعزون صاحبي في زوجته وفي نفسه، ثم أحضروا تابوتا وحملوا فيه المرأة والرجل معهم وخرجوا بهما إلى مكان في جانب الجبل على البحر ورفعوا عنه حجرا كبيرا، فبانت خرزة مثل خرزة البئر فرموا تلك المرأة فيها، ثم إنهم جاءوا بذلك الرجل وربطوه تحت صدره وأنزلوه في ذلك الجب وأنزلوا عنده كوز ماء عذب كبير وسبعة أرغفة من الزاد. وبعد مدة يسيرة مرضت زوجتي وماتت، ثم إنهم جاءوا فغسلوها وألبسوها أفخر ما عندها من الثياب والقلائد والجواهر وحطوها في التابوت وراحوا بها إلى ذلك الجبل وألقوها في الجب، ثم أمسكوني وربطوني بالغصب وربطوا معي سبعة أقراص من الخبز وماء عذبا على جري عادتهم، وأنزلوني في ذلك البئر فإذا هو مغارة كبيرة تحت ذلك الجبل، وقالوا لي:
فك نفسك من الحبال. فلم أرض أن أفك نفسي فرموا علي الحبال، ثم غطوا فم المغارة وراحوا إلى حال سبيلهم. أما أنا فإني رأيت في تلك المغارة أمواتا كثيرة ورائحتها منتنة كريهة، ثم إني صرت لا أعرف الليل من النهار، وصرت أتقوت باليسير وأنا خائف أن يفرغ ما عندي من الزاد والماء. ثم إني قمت وصرت أمشي في جانب تلك المغارة فرأيتها متسعة، فبينما أنا جالس متفكر في نفسي وإذا بالصخرة قد تزحزحت من مكانها ونزل منه النور، وإذا بالقوم واقفون على رأس البئر وقد أنزلوا رجلا ميتا وامرأة معه بالحياة وهي تبكي وتصيح على نفسها، وقد أنزلوا عندها شيئا كثيرا من الزاد والماء. فقمت أنا وأخذت في يدي قصبة رجل ميت وجئت إلى المرأة وضربتها في وسط رأسها فوقعت على الأرض مغشيا عليها، فضربتها ثانيا وثالثا فماتت، ورأيت عليها شيئا كثيرا من الحلي والجواهر. ثم إني أخذت الماء والزاد الذي معها وقعدت في الموضع الذي كنت عملته في جانب المغارة لأنام فيه، وصرت آكل من ذلك الزاد شيئا قليلا حتى لا يفرغ بسرعة، وكل من دفنوه كنت أقتل من دفن معه بالحياة وآخذ أكله وشربه أتقوت به، إلى أن استيقظت من منامي يوما وسمعت شيئا يدب في جانب المغارة، فإذا هو وحش فتبعته إلى صدر المغارة فبان لي نور من مكان صغير مثل النجمة، فتحققت أنه خرق ينفذ للخلاء. ثم إني عالجته حتى طلعت من ذلك الثقب فرأيت نفسي على جانب البحر. بعد ذلك رجعت إلى المغارة ونقلت جميع ما فيها من الزاد والماء الذي كنت وفرته، وأخذت من ثياب الأموات ومما عليهم شيئا كثيرا من أنواع العقود والجواهر وربطته في ثياب الموتى وطلعتها. وبينما أنا جالس يوما على جانب البحر وإذا بمركب سائر في وسط البحر، فأخذت في يدي ثوبا أبيض من ثياب الموتى وربطته في عكاز وجريت به على شاطئ البحر، وصرت أشير إليهم بذلك الثوب حتى رأوني، فجاءوا وأرسلوا إلي زورقا من عندهم وفيه جماعة من المركب، ولم نزل مسافرين حتى وصلنا إلى مدينة البصرة. الرحلة الخامسة. وفي سفرتنا هذه وصلنا إلى جزيرة خالية من السكان، وفيها قبة عظيمة بيضاء كبيرة الحجم، فطلعنا نتفرج عليها وإذا هي بيضة رخ كبيرة. فلما طلع التجار إليها وتفرجوا عليها ولم يعلموا أنها بيضة رخ، ضربوها بالحجارة فكسرت ونزل منها ماء كثير، وقد بان منها فرخ الرخ، فسحبوه منها وذبحوه وأخذوا منه لحما كثيرا. فبينما هم على هذه الحالة وإذا بالشمس قد غابت عنا والنهار أظلم، ونظرنا فرأينا أجنحة الرخ هي التي حجبت عنا ضوء الشمس، ولما رأى الرخ بيضته انكسرت تبعنا وصاح علينا، فجاءت رفيقته وصار حائمين على المركب يصرخان، فصحت أنا على الريس والبحرية ادفعوا المركب واطلبوا السلامة قبل أن نهلك، فأسرع الريس وطلع التجار وسرنا.
فلما رآنا الرخ سرنا في البحر غاب عنا ساعة من الزمان، ثم أقبل علينا وفي رجل كل واحد منهما صخرة عظيمة، فألقى الصخرة فجذب الريس المركب فنزلت في البحر، فقام بنا المركب وقعد من عظم وقوعها، وقد رأينا قعر البحر من شدة عزمها. ثم إن رفيقة الرخ ألقت علينا الصخرة التي معها وهي أصغر من الأولى، فنزلت على مؤخر المركب فكسرته وطيرت الدفة 20 قطعة، وقد غرق جميع من كان في المركب بالبحر، وقدر الله لي لوحا من ألواح المركب فتعلقت به وركبت. فرمتني المقادير إلى جزيرة، فطلعت على الشاطئ ومشيت فيها فرأيتها كأنها روضة من رياض الجنة، ورأيت ساقية على عين ماء جارية، وعند تلك الساقية شيخ جالس وهو مؤتزر بإزار من ورق الأشجار، دنوت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام بالإشارة ولم يتكلم. فقلت له: يا شيخ، ما سبب جلوسك في هذا المكان؟ فحرك رأسه وتأسف وأشار لي بيده يعني احملني، فتقدمت إليه وحملته على أكتافي وجئت إلى المكان الذي أشار لي إليه، وقلت له: انزل على مهلك. فلم ينزل وقد لف رجليه على رقبتي، فنظرت إلى رجليه فرأيتهما مثل جلد الجاموس في السواد والخشونة، ففزعت منه وأردت أن أرميه، فضغط على رقبتي برجليه وخنقني بهما حتى اسودت الدنيا في وجهي وغبت عن وجودي، ووقعت على الأرض مغشيا علي. فرفع ساقيه وضربني على ظهري، فنهضت قائما به وهو راكب، فأشار لي بيده أن أدخل بين الأشجار، فدخلت إلى أطيب الفواكه، وكنت إذا خالفته يضربني برجليه ضربا أشد من ضرب الأصوات. ودخلنا في وسط الجزيرة بين الأشجار، وصار يبول ويغوط على أكتافي ولا ينزل ليلا ولا نهارا، وإذا أراد النوم يلف رجليه على رقبتي وينام قليلا ثم يقوم ويضربني. ولم أزل على هذه الحالة إلى أن وجدت في مكان يقطينا كثيرا، فأخذت منه واحدة كبيرة يابسة وفتحت رأسها تحت شجرة العنب، فملأتها منه وسددت رأسها ووضعتها في الشمس، وتركتها مدة أيام حتى صارت خمرا صافيا، وصرت كل يوم أشرب منه لأستعين به على تعبي مع ذلك الشيطان المريد، وكلما سكرت منها تقوى همتي. فلما رآني على هذه الحالة أشار لي أن أناوله اليقطينة ليشرب منها، فأعطيتها له فشرب ما كان باقيا فيها ورماها على الأرض، وقد حصل له طرب فصار يهتز على أكتافي، ثم إنه سكر وغرق في السكر، وقد ارتخت جميع أعضائه وفرائصه، فمددت يدي إلى رجليه وفككتهما ثم ملت به إلى الأرض وألقيته عليها، وأخذت صخرة عظيمة فضربته على رأسه فاختلط لحمه بدمه. وبعد ذلك مشيت في الجزيرة وجئت إلى المكان الذي كنت فيه على ساحل البحر، ولم أزل في تلك الجزيرة آكل من أثمارها وأشرب من أنهارها وأنا أترقب الفرج، وإذا بمركب أقبل من وسط البحر ورسى على الشاطئ، فطلع منه الركاب إلى الجزيرة فمشيت إليهم، فأقبلوا علي وسألوني عن حالي، فأخبرتهم بأمري، فقالوا: إن الرجل الذي ركب على أكتافي يسمى شيخ البحر، وما أحد تخلص منه إلا أنت. ثم أخذوني معهم في المركب فرمتنا المقادير على مدينة عالية البناء، جميع بيوتها مطلة على البحر، وتلك المدينة يقال لها مدينة القرود، وإذا دخل الليل يأتي الناس ثم ينزلون في زوارق ومراكب ويبيتون في البحر خوفا من القرود أن ينزلوا عليهم في الليل من الجبال. فطلعت أتفرج في تلك المدينة، فسافر المركب ولم أعلم، فندمت وتذكرت ما جرى لي مع القرود أولا وثانيا،
فقعدت أبكي وأنا حزين. فتقدم إلي رجل من البلد وعرف أني غريب، فقال قم وانزل معنا. فنزلت معهم في الزورق ودفعوه وأبعدوه عن الساحل مقدار ميل، وباتوا تلك الليلة وأنا معهم. ومن أعجب ما وقع لي من أهل هذه المدينة أن شخصا أحضر لي مخلاة من قطن وقال لي: خذ هذه المخلاة واملأها حجارة واخرج مع جماعة من أهل المدينة وأنا أوصيهم عليك وافعل كما يفعلون. ثم إن ذلك الرجل أخذني إلى خارج المدينة فنقيت حجارة صغيرة وملأت تلك المخلاة، وإذا بجماعة خارجين من المدينة فأوصاهم علي وأخذوني معهم وساروا، وكل واحد منهم معه مخلاة مثل المخلاة التي معي مملوءة حجارة. ولم نزل سائلين إلى أن وصلنا إلى واد واسع فيه أشجار كثيرة عالية لا يقدر أحد على أن يطلع عليها، وفي ذلك الوادي قرود كثيرة. فلما رأتنا القرود نفرت منا وطلعت تلك الأشجار فصاروا يرجمون القرود بالحجارة التي معهم في المخالي، والقرود تقطع من ثمار تلك الأشجار وترمي بها. فنظرت تلك الثمار التي ترميها القرود وإذا هي جوز هندي. فلما رأيت ذلك العمل من القوم اخترت شجرة عظيمة عليها قرود كثيرة وجئت إليها وصرت أرجم القرود فتقطع ذلك الجوز وترميني به فأجمعه كما يفعل القوم. فما فرغت الحجارة من مخلاتي حتى جمعت شيئا كثيرا، ولم أزل على هذا الحال، وقد اجتمع عندي شيء كثير من الجوز الهندي الطيب، وبعت شيئا كثيرا وكثر عندي ثمنه. ثم ورد مركب إلى تلك المدينة ورسى على الساحل وفيه تجار معهم بضائع، فصاروا يقايضون على شيء من الجوز الهندي وغيره. ثم إني جئت عند المركب وقابلت الرئيس واكتريت معه وأنزلت ما كان معي من الجوز وغيره، ثم سار بنا المركب إلى أن وصلنا البصرة. الرحلة السادسة. اشتاقت نفسي إلى السفر والتجارة، فاشتريت بضائع فاخرة وسافرت من بغداد إلى البصرة. فرأيت سفينة عظيمة فيها تجار، فنزلت أحمالي معهم وسرنا بالسلامة إلى أن قوي الريح على المركب فرده على مؤخره فانكسرت دفته قرب جبل عال، فمال وانكسر وتفرقت ألواحه فغرق جميع ما فيه ووقع التجار في البحر، فمنهم من غرق ومنهم من تمسك وطلع، وكنت أنا من جملة من طلع. طلعت على تلك الجزيرة ومشيت فيها فرأيت في وسطها عين ماء عذب حار خارج من تحت أول ذلك الجبل وداخل في آخره من الجانب الثاني. وانتشر الركاب في الجزيرة وقد ذهلت عقولهم من ذلك، وصاروا مثل المجانين من كثرة ما رأوا في الجزيرة من الأمتعة والأموال على ساحل البحر. وقد رأيت في وسط تلك العين شيئا كثيرا من أصناف الجواهر، وهي مثل الحصى في مجاري الماء، وجميع أرض تلك العين تبرق من كثرة ما فيها من المعادن. ورأينا كثيرا في تلك الجزيرة من أعلى العود، العود الصيني والعود القماري. وفي تلك الجزيرة عين نابعة من صنف العنبر الخام،
وهو يسيل مثل الشمع من شدة حر الشمس، ويمتد على ساحل البحر، فتطلع الهوايش من البحر وتبتلعه، وتنزل في البحر فيحمى في بطونها، فتقذفه من أفواهها في البحر فيجمد على وجه الماء، فعند ذلك يتغير لونه وأحواله، فتقذفه الأمواج إلى جانب البحر، فيأخذه السياح والتجار الذين يعرفونه فيبيعونه. وأما العنبر الخالص من الابتلاع فإنه يسيل على جانب تلك العين ويتجمد بأرضه، وإذا طلعت عليه الشمس يسيح وتبقى منه رائحة ذلك الوادي كله مثل المسك، وإذا زالت عنه الشمس يجمد، وذلك المكان الذي هو فيه هذا العنبر الخام لا يقدر أحد على دخوله ولا يستطيع سلوكه، فإن الجبل محاط بتلك الجزيرة ولا يقدر أحد على صعود الجبل. وقد جمعنا على جانب الجزيرة شيئا قليلا من الزاد، فصرنا نوفره ونأكل منه في كل يوم أو يومين أكلة واحدة، ونحن خائفون أن يفرغ فنموت من شدة الجوع والخوف. وكل من مات منا نغسله ونكفنه في ثياب وقماش من الذي يطرحه البحر على جانب الجزيرة، حتى مات منا خلق كثير. وبعد مدة مات جميع رفقائي، وبقيت في تلك الجزيرة وحدي، وبقي معي زاد قليل. وبعد أن أقمت مدة يسيرة قمت فحفرت لنفسي حفرة عميقة في جانب تلك الجزيرة، وقلت في نفسي: إذا ضعفت وعلمت أن الموت قد أتاني أرقد في هذا القبر فأموت فيه، ويبقى الريح يسف الرمل علي فيغطيني وأصير مدفونا فيه. ثم إني تفكرت في نفسي وقلت: والله لا بد أن هذا النهر له أول وآخر، ولا بد له من مكان يخرج منه إلى العمار. والرأي السديد عندي أن أعمل لي فلكا صغيرا على قدر ما أجلس فيه، وأنزل وألقيه في هذا النهر وأسير به، فإن وجدت خلاصا أخلص وأنجو بإذن الله، وإن لم أجد لي خلاصا أموت داخل هذا النهر أحسن من هذا المكان. ثم إني قمت فجمعت أخشابا من العود الصيني والقماري، وشددتها على جانب البحر بحبال المراكب التي كسرت، وجعلت ذلك الفلك في النهر، وشددته طيبا مكينا. وقد أخذت معي كثيرا من تلك المعادن والجواهر، وشيئا من العنبر الخام الخالص الطيب، وأخذت معي جميع ما كان باقيا من الزاد، وسرت بذلك الفلك في النهر، ولم أزل سائرا إلى المكان الذي يدخل فيه النهر تحت ذلك الجبل، وأدخلت الفلك فيه، وقد صرت في ظلمة شديدة، فأخذتني سنة من النوم، ولم يزل الفلك سائرا بي حتى استيقظت، فوجدت نفسي في النور، ففتحت عيني فرأيت مكانا واسعا، وذلك الفلك مربوط على جزيرة، وحولي جماعة من الهنود والحبشة، فلما رأوني كلموني بلسانهم فلم أعرف ما يقولون، وتقدم إلي رجل منهم وحدثني بلسان عربي، فأخبرتهم بجميع ما جرى لي. ثم إنهم تكلموا مع بعضهم وقالوا: لابد أن نأخذه معنا ونعرضه على ملكنا، فأخذوني معهم وحملوا معي الفلك بجميع ما فيه، وأدخلوني على ملكهم وأخبروه بما جرى، فسلم علي ورحب بي وسألني عن حالي، فأخبرته بجميع ما كان من أمري. وعند ذلك قمت وأطلعت من الفلك شيئا كثيرا من الجواهر والعود والعنبر الخام، وأهديته إلى الملك، فقبله مني وأكرمني إكراما زائدا، وصرت لا أفارق دار الملك. وصار الواردون إلى تلك الجزيرة يسألونني عن أمور بلادي فأخبرهم بها، وكذلك أسألهم عن أمور بلادهم فيخبروني بها، إلى أن سألني ملكهم يوما من الأيام عن أحوال بلادي وعن أحوال حكم الخليفة في بلاد مدينة بغداد، فأخبرته بعدله في أحكامه، فتعجب من أموره وقال لي: والله إن هذا الخليفة له أمور عقلية
وأحوال مرضية، وأنت قد حببتني فيه، ومرادي أن أجهز له هدية وأرسلها معك إليه. فقلت سمعا وطاعة يا مولانا، أوصلها إليه. ولم أزل مقيما عند ذلك الملك إلى أن سمعت أن جماعة من تلك المدينة جهزوا لهم مركبا يريدون السفر فيه إلى نواحي مدينة البصرة. فقلت في نفسي، ليس لي أوفق من السفر مع هؤلاء الجماعة. فأسرعت من وقتي وساعتي، وقبلت يد ذلك الملك وأعلمته بأن مرادي السفر مع الجماعة. فلما سمع كلامي أحضر التجار الذين جهزوا المركب وأوصاهم علي، ووهب لي شيئا كثيرا من عنده، وأرسل معي هدية عظيمة إلى الخليفة هارون الرشيد بمدينة بغداد. ثم إني ودعت الملك وودعت جميع أصحابي الذين كنت أتردد عليهم، ثم نزلت المركب مع التجار وسرنا، وقد طاب لنا الريح والسفر ونحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى، ولم نزل المسافرين من بحر إلى بحر ومن جزيرة إلى جزيرة، إلى أن وصلنا بالسلامة بإذن الله إلى مدينة البصرة، وتوجهت إلى مدينة بغداد، فدخلت على الخليفة وقدمت إليه تلك الهدية وأخبرته بجميع ما جرى لي. الرحلة السابعة الأخيرة. اشتاقت نفسي إلى ركوب البحر وعشرة التجار وسماع الأخبار، فحزمت أحمالا بحرية من الأمتعة الفاخرة وحملتها من بغداد إلى البصرة. فرأيت مركبا محضرا للسفر وفيه جماعة من التجار العظام، فنزلت معهم واستأنست بهم، وسرنا بسلامة وعافية وقد طاب لنا الريح حتى وصلنا إلى مدينة الصين ونحن في غاية السرور. فبينما نحن على هذه الحالة، وإذا بريح عاصف هب ونزل علينا مطر شديد، وصار المركب يرتفع بنا عن الماء ثم ينزل، وسمعنا صرخة عظيمة مثل الرعد القاصف، فارتعبنا منها وصرنا كالأموات وأيقنا بالهلاك. وإذا بحوت قد أقبل على المركب كالجبل العالي، ففزعنا منه وتجهزنا للموت، وصرنا ننظر إلى ذلك الحوت ونتعجب من خلقته الهائلة. وإذا بحوت ثان قد أقبل علينا، فما رأينا أعظم خلقة منه ولا أكبر. فعند ذلك ودعنا بعضنا، وإذا بحوت ثالث قد أقبل وهو أكبر من الاثنين اللذين جاء قبله. ثم إن هذه الحيتان الثلاثة صاروا يدورون حول المركب، وقد أهوى الحوت الثالث ليبتلع المركب بكل ما فيه. وإذا بريح عظيم ثار، فقام المركب ونزل على شعب عظيم فانكسر، وتفرقت جميع الألواح، وغرقت جميع الحمول والتجار والركاب في البحر. ولكني جاهدت حتى عمت، ولحقت لوحا من ألواح المركب وتعلقت به، ثم إني طلعت عليه وركبته، ولم أزل على هذه الحالة إلى أن طلعت على جزيرة عظيمة فيها شيء كثير من الأشجار والأنهار، فصرت آكل من ثمر تلك الأشجار وأشرب من ماء تلك الأنهار حتى انتعشت وردت لي روحي وقويت همتي. ثم مشيت في الجزيرة فرأيت في جانبها الثاني نهرا عظيما من الماء العذب، ولكن ذلك النهر يجري جريا قويا. فتذكرت أمر الفلك الذي كنت فيه سابقا، وقلت في نفسي، لا بد أن أعمل لي فلكا مثله لعلي أنجو من هذا الأمر. ثم إني قمت فجعلت أخشابا من تلك الأشجار من خشب الصندل،
ولما جمعت تلك الأخشاب تخيرت أغصانا ونباتا من هذه الجزيرة وفتلتها مثل الحبال وشددت بها الفلك، ثم إني أنزلت ذلك الفلك وسرت به في النهر حتى خرجت من آخر الجزيرة، ثم بعدت عنها ولم أزل سائرا، وأنا صرت مثل الفرخ الدايخ من شدة التعب والجوع، حتى انتهى بالفلك إلى جبل عال والنهر داخل من تحته. فلما رأيت ذلك خفت على نفسي من الضيق الذي كنت أنا فيه أول مرة في النهر السابق، وأردت أن أوقف الفلك وأطلع منه إلى جانب الجبل، فغلبني الماء فجذب الفلك وأنا فيه ونزل به تحت الجبل. فلما رأيت ذلك أيقنت بالهلاك، ولم يزل الفلك سائرا حتى طلع إلى مكان واسع وإذا هو واد كبير، ولم يزل الفلك منحدرا مع الماء الجاري في ذلك الوادي، وأنا لا أقدر على منعه إلى أن رسى بي على جانب مدينة عظيمة المنظر مليحة البناء فيها خلق كثير. فلما رأوني وأنا في ذلك الفلك رموا علي الشبكة والحبال، ثم أطلعوا الفلك إلى البر، فسقطت بينهم وأنا مثل الميت من شدة الجوع والسهر والخوف. فتلقاني من بين هؤلاء الجماعة رجل كبير في السن وهو شيخ عظيم، ورحب بي ورمى لي ثيابا فتسترت بها، ثم إنه أخذني وسار بي إلى بيته وأدخلني فيه، ففرح بي أهل بيته. ثم إن ذلك الشيخ قام من وقته وأخلى لي مكانا منفردا في جانب داره، وألزم غلمانه وجواريه بخدمتي وقضاء حاجتي وجميع مصالحي، فصاروا يتعهدونني. ولم أزل على هذه الحالة عنده في دار الضيافة 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع تقدم إلي الشيخ وقال لي: يا ولدي، الحمد لله على سلامتك، فهل لك أن تقوم معي إلى ساحل البحر وتنزل السوق فتبيع البضاعة وتقبض ثمنها لعلك تشتري بها شيئا تتجر فيه؟ فسكت قليلا وقلت في نفسي: ليس معي بضاعة، وما سبب هذا الكلام؟ فتفكرت في أمري وقلت لعقلي: طاوعه حتى تنظر أي شيء تكون هذه البضاعة. ثم إني جئت معه إلى السوق فوجدته قد فك الفلك الذي جئت فيه وهو من خشب الصندل، وأطلق المنادي عليه، وفتحوا باب سعره وتزايدوا فيه إلى أن بلغ ثمنه 1000 دينار. وبعد ذلك توقف التجار عن الزيادة، فالتفت لي الشيخ وقال: اسمع يا ولدي، هذا سعر بضاعتك في مثل هذه الأيام، فهل تبيعها بهذا السعر أو تصبر وأنا أحفظها لك عندي حتى يجيء أوان زيادتها في الثمن فنبيعها لك؟ فقلت له: يا سيدي، الأمر أمرك، فافعل ما تريد. فقال: يا ولدي، أتبيعني هذا الخشب بزيادة 100 دينار ذهبا فوق ما أعطي فيه؟ فقلت له: بعتك، وقبضت الثمن. فعند ذلك أمر غلمانه بنقل الخشب إلى حواصله، ثم إني رجعت معه إلى بيته فجلسنا وعد لي ثمن الخشب، وأحضر لي أكياسا ووضع المال فيها وقفل عليها بقفل حديد وأعطاني مفتاحه. وبعد مدة أيام وليال قال الشيخ: يا ولدي، إني أعرض عليك شيئا وأشتهي أن تطاوعني، فإن مرادي لك الخير، فإن أطعتني زوجتك ابنتي وتبقى مثل ولدي، وجميع ما في يدي وما هو ملكي يصير لك، وإن أردت التجارة والسفر إلى بلادك لا يمنعك أحد، وهذا مالك تحت يدك فافعل به ما تريد وما تختاره. فقلت له: والله يا عمي الشيخ، أنت أمرك مثل والدي، وأنا قاسيت أهوالا كثيرة ولم يبق لي رأي ولا معرفة، فالأمر أمرك في جميع ما تريد. فعند ذلك أمر الشيخ غلمانه بإحضار القاضي والشهود، فأحضروهم وزوجني ابنته، وعمل لنا وليمة عظيمة وفرحا كبيرا، وأدخلني عليها فرأيتها في غاية الحسن والجمال،
فلما دخلت عليها أعجبتني ووقعت المحبة بيننا، وأقمت معها مدة من الزمان وأنا في غاية الأنس والانشراح، وقد توفي والدها إلى رحمة الله تعالى، فجهزناه ودفناه ووضعت يدي على ما كان معه. فلما خالطت أهل تلك المدينة وجدتهم تنقلب حالتهم في كل شهر، فتظهر لهم أجنحة يطيرون بها إلى عنان السماء، ولا يبقى متخلفا في تلك المدينة غير الأطفال والنساء. فقلت في نفسي: إذا جاء رأس الشهر أسأل أحدا منهم فلعلهم يحملوني معهم. فلما جاء رأس ذلك الشهر تغيرت ألوانهم وانقلبت صورهم، فدخلت على واحد منهم وقلت له: بالله عليك أن تحملني معك. ولم أزل أتدخل عليه حتى أنعم علي بذلك، وقد رافقتهم وتعلقت به فطار بي في الهواء، ولم أعلم أحدا من أهل بيتي، ولم يزل طائرا بي ذلك الرجل وأنا على أكتافه حتى علا بي في الجو، فسمعت تسبيح الأملاك في قبة الأفلاك، فتعجبت من ذلك وقلت: سبحان الله. فلم أستتم التسبيح حتى خرجت نار من السماء كادت تحرقهم، فنزلوا جميعا وألقوني على جبل عال وقد صاروا في غاية الغيظ مني، وراحوا وخلوني، فصرت وحدي في ذلك الجبل، فلمت نفسي على ما فعلت. ولم أزل في ذلك الجبل ولا أعلم أين أذهب، وإذا بغلامين سائرين كأنهما قمران، وفي يد كل واحد منهما قضيب من ذهب يتعكز عليه، فتقدمت إليهما وسلمت عليهما فردا علي السلام، ثم إنهما أعطياني قضيبا من الذهب الأحمر الذي كان معهما، وانصرفا في حال سبيلهما وخلياني، فصرت أسير على رأس الجبل وأنا أتعكز بالعكاز وأتفكر في أمر هذين الغلامين، وإذا بحية قد خرجت من تحت ذلك الجبل وفي فمها رجل بلعته إلى تحت سرته وهو يصيح، فتقدمت إلى تلك الحية وضربتها بالقضيب الذهبي على رأسها، فرمت الرجل من فمها، فتقدم إلي الرجل وقال: حيث كان خلاصي على يديك من هذه الحية فما بقيت أفارقك. وسرنا في ذلك الجبل وإذا بقوم أقبلوا علينا، فنظرت إليهم فإذا فيهم الرجل الذي كان حملني على أكتافه وطار بي، فتقدمت إليه واعتذرت له وتلطفت به وقلت له: يا صاحبي، ما هكذا تفعل الأصحاب بأصحابهم؟ فقال لي الرجل: أنت الذي أهلكتنا بتسبيحك. فقلت له: لا تؤاخذني، فإني لم أكن أعلم بهذا الأمر، ولكنني لا أتكلم بعد ذلك أبدا. فسمح بأخذي معه، ثم إنه حملني وطار بي مثل الأول حتى أوصلني إلى منزلي، فتلقتني زوجتي وسلمت علي وهنتني بالسلامة، وقالت لي: احترس من خروجك بعد ذلك مع هؤلاء الأقوام ولا تعاشرهم، فإنهم إخوان الشياطين. فقلت لها: كيف حال أبيك معهم؟ فقالت لي: إن أبي ليس منهم ولا يعمل مثلهم، والرأي عندي حيث مات أبي أنك تبيع جميع ما عندنا وتأخذ بثمنه بضائع، ثم تسافر إلى بلادك وأهلك، وأنا أسير معك، وليس لي حاجة بالقعود هنا في هذه المدينة بعد أمي وأبي. فعند ذلك صرت أبيع من متاع ذلك الشيخ شيئا بعد شيء، وأنا أترقب أحدا يسافر من تلك المدينة وأسير معه. فبينما أنا كذلك، وإذا بجماعة في المدينة أرادوا السفر ولم يجدوا لهم مركبا، فاشتروا خشبا وصنعوا لهم مركبا كبيرا، فاكتريت معهم ودفعت إليهم الأجرة بتمامها، ثم نزلت زوجتي وجميع ما كان معنا في المركب، وقد طاب لنا ريح السفر حتى وصلنا بالسلامة إلى مدينة البصرة، فلم أقم بها وتوجهت إلى مدينة بغداد، ثم دخلت حارتي وجئت داري وقابلت أهلي وأصحابي وأحبابي، وخزنت جميع ما كان معي من البضائع في حواصلي، وقد حسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة السابعة فوجدوها 27 سنة حتى قطعوا الرجاء مني، ثم إني تبت إلى الله تعالى
عن السفر في البر والبحر بعد هذه السفرة السابعة التي هي غاية السفرات وقاطعة الشهوات. فانظر يا سندباد يا بري، ما جرى لي وما وقع لي وما كان من أمري، ولم يزال في مودة مع بسط وفرح وانشراح إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت.